بين الضغوط والفشل، تل أبيب في مأزق كبير والسبب الأسرى الإسرائيليون. القاسي والداني في العالم ربما يعلم الموقف الصعب الذي يعيشه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب ملف الأسرى المحتجزين في فلسطين بعد عملية 7 أكتوبر. نتنياهو في موقف لا يحسد عليه، فهو محاصر بين ضغوط خارجية ودولية للموافقة على استقبال الأسرى من جهة، ومن جهة أخرى مواجهة تظاهرات لمئات من عائلات الأسرى في قطاع غزة الذين يطالبونه بالاعتراف بالفشل وإعادة أبنائهم من قطاع غزة. ورغم كل الدعم الذي قدمته دول الغرب، إلا أن موقف إسرائيل في ملف الأسرى صعب لا محالة، وهذا ما ظهر بوضوح في تأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة لعدة مرات ولأسباب مختلفة. تارة يكون الطقس هو السبب، وتارة أخرى انتظار الدعم الأمريكي. ولكن ما الذي يكشف لنا ضعف الموقف الإسرائيلي في هذا الملف؟ الإجابة: الأسرى المنسيون. 4 إسرائيليين تم احتجازهم في قطاع غزة من قبل الفصائل الفلسطينية لقرابة 8 أعوام، ولم تستطع تل أبيب فك أسر حتى هذه اللحظة. الثنائي الإسرائيلي أفيرا منجوسا وهشام السيد ألقي القبض عليهما عام 2014 و2015 على التوالي، علاوة على احتجاز جثامين جنديين إسرائيليين منذ عام 2014 كانا قد قتلا في الحرب الإسرائيلية التي دارت بين إسرائيل وفلسطين في العام نفسه. قصة الرباعي طرحت أكثر من مرة في الشارع الإسرائيلي، وطالب الكثيرون المسؤولين الإسرائيليين أن يجروا صفقة تبادل أسرى أسوة بما حدث مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كلفهم الإفراج عن أكثر من 1000 فلسطيني من المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وبعد أحداث 7 أكتوبر خرج شقيق أحد الجنود الموتى وأكد على وجود فرصة جيدة الآن لإعادة جثمان شقيقه، متهما حكومة بلاده بأنها لم تبذل ما يكفي لتحقيق ذلك. والآن وبعد كل هذه الضغوط، هل يستمر مسلسل فشل إسرائيل في ملف الأسرى المحتجزين أم سيكون لديهم جديد؟